بينضم لنا بقى دلوقتي عبر الهاتف كابتن عبد المنعم شطه نجم النادي الاهلي السابق. يا مساء الفل على حضرتك. عليكم السلام، اهلا وسهلا يا فندم، وسعيده والله. اهلا بحضرتك ومنورنا في بيتك في مكانك. حبيبي طبعا ده مكاننا، وبيتنا في اي لحظه ان شاء الله نلبي اي طلب باذن الله ان شاء الله. طبعا انا لو هتكلم عن شم النسيم فانا حابه اتكلم عن شم النسيم مع حضرتك وعن الاحتفالات بشم النسيم. وكابتن عبد المنعم شطه بقى كان بيعمل ايه في شم النسيم وهو صغير؟ اول حاجه عشان بس يبقى عارف، شم النسيم في السودان يعني يشابه شم النسيم في مصر تقريبا، يعني بيروح الجناين وبيقعدوا يلونوا البيض وكده. بس انا للاسف الشديد يعني هي الاسماك والفسيخ والملوحه والحاجات دي انا ببتعد عنها تماما في اي مكان يتواجد فيه هذا الصنف، لاني بقى ببتعد عنه تماما. بس بشارك بقى في الاحتفالات، وكنا صغار بنلعب في الجناين وحتى في المدارس كنا بنعمل احتفالات. يعني ترمس وخص وبيض ملون ماشي، لكن رنجه وفسيخ والحاجات دي مالكش فيها؟ لا لا حضرتك دول ما بتخشوش بيتي حتى، يعني حتى هذه اللحظه اهلي بيروحوا بره، يروحوا السخنه، يروحوا الساحل، يروحوا النادي الاهلي، يقضوا الوقت هناك وياكلوا بقى زي ما هم عايزين. بس انا الحقيقه بتجنب هذا النوع من الاسماك والحاجات اللي هي وبعدين في السودان حضرتك في حاجه مهمه، الفسيخ بيطبخ، بيطبخوه يعني على شكل حاجه كده مطبوخه معاها طبعا شويه شطه وليمون وكده. هنا بتاكل طبعا حضرتك بطريقه مختلفه، بيملح يعني الفسيخ السوداني يختلف عن الفسيخ المصري من حيث الشكل يعني. طب كابتن عبد المنعم خليني اسال حضرتك، بعيدا بقى عن شم النسيم، شايف الدنيا ماشيه ازاي وشايف الدوري ماشي ازاي وفرص النادي الاهلي في الدوري ان شاء الله وحصوله على اللقب ال 41 في الموسم الحالي قد ايه؟ حضرتك الدوري في ايدينا احنا، مش في ايدين حد تاني. احنا اللي مالكين هذا زمام الامور، احنا متقدمين على حسب المباريات المتبقيه، كسبناها كسبنا الدوري، ما نعتمدش على نتائج فرق ثانيه، ما نعتمدش على فرقه تخسر فرقه. صحيح. احنا قادرين، والوضع دلوقتي حقيقه كابتن محمود الخطيب كان حريص انه يعني يبث ثقه في الجهاز الفني وفي اللاعبين، لانه هذا الامر مهم جدا انك انت هذا الجهاز الفني هو اللي هيكمل، هؤلاء اللاعبين هم اللي هيكملوا. صحيح. القدرات اللي موجوده لدى اللعيبه والمدرب والجهاز الفني والاداري والطبي حقيقه الامور كلها في ايد هؤلاء اللاعبون، يعني اللاعبين لو ما كانوش حاسين بهذا الموقف يجب عليهم يكون في دفعات من الحقيقه التشجيع والحماس. ولازم يكون كمان في دور اللعيبه الكبار زي شريف اكرامي، زي حسام عاشور، زي احمد فتحي، لازم الناس دي كلها لها وجود. النادي الاهلي افتقر الفتره اللي فاتت دي الى قائد في الملعب، اتمنى انه هؤلاء اللاعبون يكونوا طبعا لياقتهم البدنيه كويسه، ما يكونش في اصابات، وجودهم في الفرقه مهم جدا. اكيد القياده مهمه جدا، التحفيز في اثناء اللعب، عدم الاحباط اثناء المباراه، يكون اي موقف هي اصابات متتاليه واصابات متعاقبه الواحد مش عارف يتكلم عنها، هل هذا سوء حظ، هل هذا امر غريب الشكل، هل غير طبيعي، الاسباب غير معروفه، يعني الناس كلها بترجعها لسوء حظ لحاجات في التدريب. لكن انا اعتقد انه كميه الاصابات دي لم تحدث في تاريخ اي نادي في العالم او حصلت قبل كده للنادي الاهلي على مدار طبعا سنوات طويله احنا قضيناها فيه. فيعني ارجو ان اللاعبين يكونوا على قدر كبير جدا من المسؤوليه، الدوري في ايديهم ما يضيعش المره دي، هيخفف كتير جدا عليهم وعلى كابتن شطه. الحسبه بسيطه جدا، يعني النادي الاهلي فاضل له 7 مباريات، لو فاز في 7 مباريات فهو خلاص صاحب لقب الدوري رقم 41 في تاريخه. دي الحسبه حسابيا لازم اللعيبه تكون عارفه كده، ما يستنوش ان فلان فريق منافس يخسر من فريق ثاني او يتعادل عشان ياخذ البطوله، لا خذ البطوله واحسمها من خلال انك تكسب جميع المباريات القادمه بماتشات سهله فيها وماتشات صعبه فيها، ما فيش حاجه اسمها ماتشات سهله، هذيك شايفه كل المباريات صعبه، هذي كل الفرق اللي في قاع الجدول هتقابليها بتصارع من اجل البقاء طبعا في الدوري المصري الممتاز. ممتد ولعلمك لحد اخر يمكن اخر مباراه مش هتعرفي مين الفرقه اللي نازله ولا لا، لانه النقطه بتفرق جامد. فانا الحقيقه اتمنى من الفرقه تتجمع مع بعض ويعود. هو الماتش اللي فات المصري كان اداء جيد، كان في تماسك، في ترابط، كان في لعب جماعي، كان في يعني الحقيقه روح عاليه جدا، واتمنى ان يستمر هذا الوضع لانه نحن نمتلك الدوري في ايادينا، واذا ضاع يبقى احنا اللي ضيعناه. صحيح. كابتن عبد المنعم شطه نجم النادي الاهلي كل سنه وحضرتك طيب ونورتنا في مكانك في قناه النادي الاهلي.